اهلا وسهلا بيكم يا شباب. بصوا، انا قررت اعمل حاجه. انا قررت ان شاء الله مش بطل ما اعمل ليتس بلاي لوحدي وابيسودز الراست وهتعب في الابلود وكده. انا قررت اعمل حاجه احسن. ايه رايكم؟ انا هديلكم الستيم نيم لو انتم متعرفوش، وهديلكم اوريجين نيم بتاعي، وتقدروا تعملوا لي اد ونلعب مالتي بلاير. انا عندي باتل فيلد 3 و على ده على اوريجين، وعندي فيفا وورلد هنزلها قريب ان شاء الله، قول النهارده. لو انت عارفني اصلا وانت صاحبي وبتلعب معايا اونلاين اوكي مفيش مشاكل. انا برضو بلعب ليج اوف ليجندز اي ويست، اسمي فرينزي كون، ده اسم الشانل بتاعتي وانت اكيد عارفها. حاجه تانية، ممكن بلعب كروس فاير ساعات بس مش قوي. كروس فاير ان اي في يوكي سيرفر 5 شانل 8، اسمي يوكون. ممكن تعمل لي اد برضو. اوكي. للناس اللي ما كانتش عارفه الحاجات دي وما كانتش عارفه تلعب معايا وكده، انا عاوز نقدر نجمع اكتر ناس نلعب معاهم ونعمل فيديوهات ونحطها على النت ونشهر الفيديو، هيبقى شكله حلو. ويا ريت لو ينفع نتكلم على تيم سبيك او نتكلم على كيرس او على سكايب، ده هيبقى كويس وهيبقى احسن لينا لو عاوزين نحط فيديو كويس. و ما بقول انها فكرة كويسة وهتبقى جميلة جدا، بس نجرب ونلاقي الناس مقبلة على الحكاية دي ولا لأ. اوكي، انا هسيب لكم الحاجات في الديسكريبشن، وده ساوند كلاود، هتبقى برضو الحاجات في الديسكريبشن او في الستاتس بتاعت الفيسبوك نفسها. سلام.